ألو اتفضل. ألو، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد. أيوة اتفضل. معك عبد الله من العراق. حياك الله أستاذ عبد الله، حضرتك سني ولا شيعي؟ أنا شيعي ولكن أريد أن أتسنن. إن شاء الله تسنن بإذن الله تعالى، مفيش مشكلة إن شاء الله. هتتسنن إيه؟ عندك سنة إن وجعات ولا شاء الله. تسنن يعني إيه؟ في لا، سن أنا أريد أن أهتدي. هتهتدي ازاي يعني؟ تهتدي من انهي حته بالظبط؟ أن أكون مع أهل السنة والجماعة الحق. مع اهل السنه والجماعه الحق. طيب ما بينك وما بين نفسك ان شاء الله ربنا يهديك ويصلح لك حالك، وانت كده تعتبر سني باذن الله تعالى. حاجه تانية عندك سؤال؟ شكرا، شكرا جزيلا. العفو، خد تعالى اقول لك. نعم، انت اسمك ايه؟ عبد الله عبد الله. منين يا عبد الله؟ ايه اللي خلاك يعني عايز تبقى سني؟ من احكي العراق. لي كده شويه. معلش. التناقضات اللي هي ايه بقى؟ التي رأيتها بالمذهب الشيعي، زي ايه كده؟ احكي لنا كده يعني، احكي لنا كده القصه كده. وأقولها بكل صراحة. نعم. أنا أحكي لك القصة الشيخ وليد. اتفضل. ماشي. أنا شاب كان عندي تعلق برب العالمين نعم. شديد جدا، ولكن لم أجد المذهب الشيعي يصل إلى رب العالمين. لم يتكلم عن رب العالمين، لم يعبر عن رب العالمين، فقط أقامت مراسيم لا أعرف من أين مصدرها أو من أين مفتاها أو أساسها أو رأسها. ولكن عندما رأيت الجانب الآخر إلى مشايخ السنة وهم يتكلمون عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن رحمته وعن عظمته وكيف يقربون العبد إلى ربه، أنا قررت من هنا أن أصبح سنيا بحق، وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبرأ من كل شخص يسب أم المؤمنين عائشة والصحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله، هنيئا لك. شكرا شيخ، الله يعزك، هنيئا لك، ربنا ثبتك الله ونصرك الله، شكرا شيخ، ثبتك الله. الله شكرا أكبر، الله أكبر، جزاك الله خير، ربنا يعزك، ربنا يعزك، الله يكرمك، شكرا شيخ، الله الله أكبر.